أولا اللي استدعى عقد هذا اللقاء هو ما عاشته البشرية في هذه السنتين الأخيرتين، يعني شيء مجهري. شتو اش دار من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية عن البشرية، وكما وما بقاش هذه المسألة البيئة والمناخ والخصاص المياه مسألة ترف، لا اليوم أصبحت مسألة ضرورية. بلادنا والحمد لله بفضل التوجيهات الملكية السامية، أنتم تعرفون بالنسبة للمياه المخطط استراتيجي الذي دعا له جلالة الملك، تعرفون بالنسبة لهذا الكوفيد والأمراض اللي ترتبت على هذا النوع من الفيروسات، بلادنا دعت إلى تعاون إفريقي وإلى تقوية البحث العلمي وإلى أخذت مبادرات دولية. نحن في التوجه على مستوى الشباب، لأن الشباب هو المعني الأول بهذه القضية المناخ والبيئة، لأن قضية المناخ والبيئة إلا ما كانتش ملحة بالنسبة للبعض الأذهان اليوم فهي ملحة، لأنها ستتوارثها الأجيال، ونخشى على غادي تولي فيه قطرة الماء تتسوى شيء كبير، وعلى مناخ وعلى بيئة. ولذلك أنا أعتقد الموضوع له أهميته ورهينيته، وشبيبتنا الاتحادية اختارت أن تستضيف هذا الإطار ديال الشبيبات ديال أمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا، أن تستضيفها في مراكش. نتمنى لأشغالهم النجاح وشكرا لكم. نعتقد شوف تدبير وإدارة بلادنا لهذه المسائل استراتيجية وبفضل التوجيهات الملكية، تنتحول احنا كمعارضة ولا كذا غير كقوة اقتراحية، احنا ما تنديروش تنافس أو مزايدات بيننا أو بواحد النوع من الشعبوية يمكن الإنسان، لا احنا علمتنا المسؤولية. وراكم شفتوا حتى في حملتنا الانتخابية لما كان البعض يزايد فيما يتعلق بمعدل نمو، فيما يتعلق بالبطالة، وعطت الناس أرقام وعطت الناس كذا، وقتها احنا في الاتحاد الاشتراكي قلنا بكل تواضع لا بد أن نضمن غير استمرار هذه المناصب ديال العمل، لا بد أن نضمن الحفاظ على ذاك التضامن وذاك الحد الأدنى. وتأكد خاصة الآن مع هذا المستجد ديال الحرب الروسية الأوكرانية والهجوم على دولة أوكرانيا، تأكد كم الحاجة ملحة إلى أن هذه المسائل وقضايا استراتيجية ما تكونش موضوع مزايدات أو تنافس بين من يدبر ومن لا يدبر. احنا الحمد لله مؤسساتنا قائمة على أن التوجهات العامة فيما يتعلق بالسياسات العمومية هي اختصاص ملكي صرف، وبالتالي ينخرط الجميع معارضة وأغلبية في هذه التوجهات العامة.